هذا وحضر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مساء أمس مأدبة العشاء التي أقام فخامة الرئيس التركي تكريما لجلالته والوفد المرافق بمناسبة زيارة جلالة الملك المفدى لتركيا، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى وكبار المسؤولين في الحكومة التركية. وتبادل صاحب الجلالة مع الرئيس التركي الأحاديث الودية حول ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة وتعاون وثيق على كافة المستويات. كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، حيث قدم الرئيس رجب طيب أردوغان هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى، بينما قدم جلالته هدية تذكارية لفخامة الرئيس التركي.